ومن كتاب له عليه السلام إلى أشعث بن قيس عامل آذربيجان: وإن عملك ليس لك بطعمه، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعية ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مال من مال الله عز وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي، ولعلي أن لا أكون شر ولاتك لك والسلام.